السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم شيخنا. ما فيك، تفضل. اسأل سؤالك. شيخ نعم. هل في المال زكاة؟ هل في النطبع. المال حق سوى الزكاة؟ حديث ليس في هل المال في المال حق سوى الزكاة؟ حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، حديث في المال حق سوى الزكاة لا يصح. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. لكن من العلماء من يقول هناك حقوق أخر بنصوص أخر، مثل إن لضيفك عليك حقا، إن لضيفك عليك حق، هذا داخل في الحقوق التي غير ليست هي من الزكاة.